بنات يا بنات، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فاليوم عندي لكم البنات واحد الوصفة رائعة من لا شيء. غادي نخرج إن شاء الله هاد القرص البلديين بالزرارع من السمين، هشاش زوينين صادقين 100%، بدون حليب، بدون بيض، بدون خمارة الحلويات. نتيجتهم ولا أروع، ومين كيكونوا يطيبوا في الدار واحد الريحة يا سلام. نتمنى أنكم تجربوا الوصفة وأنكم تشوفوا تفاصيلها، فعلا تستحق التجربة. فأخواتي، هاد القرص كانوا عندي سير كوموند وبغيتها كنبارطاجيهم معكم. كنخدمهم بزاف بزاف، وبالخصوص فصل الشتاء، لأن الناس يبغيوها كيفطروا بهم، وداكشي مهم كيتسرباو في هاد الوقيتة بكمية وفيرة. فأخواتي، شكرا على دعمكم، على الكلمات الزوينة اللي كتخليوها لي في التعليقات. التساؤلات كنجاوب عليها، إلا شفتوا شي حاجة ما جاوبتش عليها عاودوا كتبوها لي، غير أني ما يعني هكا ما جاوبتش وصافي. المهم أخواتي، هنايا خديت واحد الكمية نتاع النافع اللي هي على اليمن، وحبة حلاوة اللي على اليسار. المهم خديت واحد الكمية معقولة، أنا درتها هكا في المقلة، ولكن ما غاديش نحمرها، غادي نحاول غير نصهدها، لأن هاد الزرارة إلا تحمروا كيطلقوا واحد اللذة خايبة. المهم أنا كتشوفوا فيا خديت كمية يعني محترمة، لأن كنخدمهم هادو سير كوموند بزاف بزاف. نتوما تقدروا تحمروا هكا غير واحد 3 معالق من كل حاجة. فغادي نشوفوا تفاصيل الوصفة. عندي هنايا غرفية صغيرة مع مراش نتاع سكر سنيدة، نصف غرفية نتاع الزيت النباتية، غرفية نتاع مزهر، وغرفية نتاع الماء دافي. عندي كذلك هنايا المهم جلجلان اللي هو محمر ومطحون، عندي حبة حلاوة مع داك النافع اللي طحناه هكا، وعندي دوك المكونين المهم غادي نذكرهم معكم. عندي الدقيق طبعا، وروح الزهر اللي كنعتبره انا ضروري في هذه الوصفه. ما كانش عندكم راكو دايرين مزهر، لكن كيتباع بالقريعات هكا الصغار، ممكن جدا انكم ديروا شي قطرات هكا باش تعطينا اللذه نتاع الحداقه ونتاع التاويل ونتاع شي حاجه د الهمه. هنايا كنوريكم هاد الزلافات الكبار، انا في الحقيقه كنت غادي نعجن كميه كبيره، ندير زلافه 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 من كل العناصر اللي قلت لهم ليكم، ونص زلافه نتاع الزيت النباتيه. لكن فكرت في الاخوات المبتدئات واللي يبغيو يديروا كميه صغيره، قلت علاش لا نوزن معكم ولا نعطيكم المقادير نتاع الزلافات الصغار، وانتوما تقدروا تدوبليو الكميه كيف ما بغيتوا. المهم هنا كيف ما كتشوفوا السكر سنيده انا ما درتهاش عامره حتى الفم، درت يعني قل ربع باش تجينا في الحلاوه مزيانه. زدت المهم على داك سكر سنيده، زدت واحد زوج معالق كبار نتاع الخماره حبوب، وغادي نزيد شويه نتاع الماء دافي، ما يكونش سخون طايب وانما دافي، باش نخليو هاد العناصر تفاعل بيناتها. السكر مع الخميره كيعطيونا هكا واحد التفاعل، يعني كتكثر ديك البكتيريا اللي فيهم اللي كتخمر لينا الحاجه هكا، باش دغيا دغيا يخمروا لينا هاد القريصات. غادي نحاول نغطي عليهم هكا من بعد ما خلطتهم مزيان بالفوي وحطيتهم هكا. الصراحه حطيتهم انا فوق البوطه طافيه، يعني شعلتها شويه بما سخنوا دوك الحديدات نتاعها، وحطيت هاد البول فوق البوطه هكاك، لان القاع نتاعها كتشوفوا غليظ، باش هكا يطلع مع هذيك الدفاوه، لان نعرفوا ان الجو بارد جدا. فحيدت المهم خليتها تقريبا واحد 7 دقائق بما دارت شي فقاعات، وزدت عليها هذيك الزيت النباتيه وداك الماء اللي كنا درنا منه شويه، وهنايا داك مزهر كله خويناه، وغادي نخوي العناصر الاخرى. هنايا عندي رشه ملح دابا نديروها، لان الملح يعني نديروها في هذه الخطوه ماشي في الخطوه الاولى، لان في الاول خلينا ديك الخماره باش تفاعل مع السكر. هنايا هذا هو النافع وحبه حلاوه من بعد ما طحنتهم وغربلتهم في داك الغربال الرقيق. ممكن جدا تخليو فيه هكا شي حبيبات بالنسبه للناس اللي يبغيو هكا دوك الزرارع باينين. درت زوج معالق كبار، وهنايا جلجلان من بعد ما حمرته ولا السمسم حمرته وطحنته، غادي ندير 3 د المعالق كبار مقببين هكا. جا الوقيته اللي نضيف روح الزهر، فانا عندي هذه هي الزيت نتاع روح الزهر، هذه كيستعملوها في المخابز الكبرى. المهم نتوما اخواتي غادي تشريو غير ديك القريعه نتاع 5 دراهم، ديك الصغيوره نتاع روح الزهر، ديروا بها زوج قطيرات في هذه الكميه راها كافياكم. هنايا بالنسبه للدقيق انا غادي ندير اكيد عيني ميزاني. المهم غادي نوريكم الخليط كيفاش غادي يكون. فهنايا كنت وزنت كيلو نتاع الدقيق،
وغادي يتبقى لي منه طبعا. فهنا بقيت هكا بالفوي في الاول غير خلطت شويه، من بعديها غادي نحطها ان شاء الله في العجانه الكهربائيه باش تخلط، يعني ما غاديش نقيس يدي انا كاع بالعجين. نتوما ما كانتش عندكم العجانه الكهربائيه غادي تحاولوا انكم تعجنوها بيديكم، والعجينه غادي نوريكم الكثافه نتاعها، غادي تخدموها شويه هكا بالاصابع ديالكم وتخليوها ترتاح باش تختمر هكا وتعطينا واحد المفعول اللي هو زوين. صافي هنا بقيت كندرب في هاد العجينه، يعني نعجن فيها بداك الحديده هكا اللي كتعجن، وهنا راني مجهده بسرعه، داكشي اللي كيبان انه كتجري بالجهد ولكن هي راها كانت سرعه مهيله. الكثافه غادي تشوفوها قدامي، المهم انا غادي نبقى كل شويه نضيف معلقه بمعلقه حتى نحصل على هاد الكثافه اللي بغيتها، انها كتكون العجينه مرخيه لكن ما كتلتصقش بزاف بالايدي، يعني كتلتصق غير شويه، ولكن بمجرد ما تخمر غادي ان شاء الله ما تبقاش نهائيا كتلتصق، غادي تقدروا تشكلوها بكل اريحيه. هنايا المهم نزلت داكشي اللي كان في الاطراف وخليتها تختمر. هنا من الجو بارد بزاف انا درت واحد الكاسرول درت فيها الماء الطايب، وغادي نحطها هكا باش ديك السخانه تطلع مع العجينه، ولا تحطوها في واحد الفران اللي يكون دافي شويه هكا، ولا تغطوها بواحد المانطا ولا شي حاجه. هنايا المهم اخواتي مشى لي داك المقطع، كان صحاب لي كنت نصور وانا ما كنتش نصور باش نوريكم العجينه ملي نزلها ونحاول نخرج من هذاك الهواء، انها ما كتلتصقش نهائيا. وكورتها القياس نتاع الكره درت 80 غرام لكل كره. المهم كتشوفوا انني لولبتها حطيتها فوق اللاطه وبقيت هكا كنضرب فيها شويه باش يجيوني القرص، يعني ماشي طالعين بزاف. الا كنتوا باغيين القرص طالعين بزاف غادي تحاولوا انكم ما تضربوش فيها كاع، خليتهم يخمروا في الفران دافي. ومن بعديها من بعد ما خمروا واحد 10 دقائق هكا ربع ساعه، جبت واحد البيضه اللي زدت عليها قطرات من لاصوص صوجا، ممكن جدا ديروا قهوه سريعه الذوبان، المهم انا كتعجبني لاصوص صوجا كتعطيني واحد اللوين اللي هو طبيعي، تقولي دهناهم بصفار البيض وفي نفس الوقت كتحيد لي الزفوره. وغادي تقولوا لي لاصوص صوجا كيفاش مالك استعملتيها، يعني حتى هكا فماشي مملحه، يعني هذه راها بحال حلوه كما كنقولوا، لكن راها كتجي وما تستبنوهاش نهائيا، هي مجرد انها كتحيد لينا الزفوره وتعطينا اللون. فمن بعد ما دهنتهم من الجوانب ومن الوجه دردرت عليهم هكا داك جلجلان، وغادي ندخلهم فرن ساخن، نار كتكون متوسطه كيف ما كشفتوا معايا، الفران تاع الغاز كنتكلم عليه. غادي نخليهم تقريبا واحد 10 دقائق هكا، ومن بعد غادي ننزلهم وننقص ليهم النار نقتلها، ونخلي الفران محلول واحد شويه باش تخرج ديك الحراره اللي كاينه، عاد من بعديها نبقى نقلب في الصينية حتى ياخذوا لي واحد اللون موحد كيف ما كتشوفوا معايا، كيجيو رائعين. واذا كنتوا باغيينهم طالعين اكثر من هكا ما عليكم، غير ما تقرصوهمش بزاف كما درت لهم انا، المهم كل واحد وكي كيبغي. انا الكليانه ديالي بغاتهم مبسطين شويه، فداكشي علاش درت لها هكا. المهم اخواتي كيجيو زوينين، انا ديما كنحط هاد القراشل ولا هاد القرص على ورق الزبده، لان عندي لاطات هكا بحالي محروقين بكثره الخدمه، وكذلك باش ما نبقاش انا نغسل في دوك اللاطات ونضيع الوقت ديما كنستعمل غير ورق الزبده. وانتم احرار ممكن تدهنوا اللاطه، ممكن تحطوا على ورق الزبده، هذه هي الكميه اللي خرجتها لي ما عقلتش واش 21 وحده، المهم انتم غادي تحسوا راه باين في الفيديو. وصافي هذا الشيء ما كان، نتمنى ان فيديو اليوم ينال اعجابكم، ونتمناكم انكم تلايكيو الفيديو كذلك تبارطاجيوه، ونتمنى انكم تجربوهم باش تستمتعوا باللذه نتاعهم، وانا واثقه انكم الا جربتوهم ما غاديش يخطاوكم لانهم فعلا يستاهلوا التجربه، وغادي يبقاو ديما عندكم في الدار، وحتى الخدمه نتاعهم ساهله مهله، تبقاو هكا في فصل الشتاء تستعنوا بالفران هكا يكون دافي باش يخمروا لكم دغيا، لان الا خليتوهم غير هكا في المطبخ راه غادي يقعدوا النهار كله ما يخمروش. وعلى فكره كنت بارطاجيت معكم قراشل ولا القرص من نوع اخر كيجيو كيحمقوا، غادي نخلي لكم الرابط نتاعهم في صندوق الوصف، نتمنى انكم تجربوهم حتى هما، مختلفين على هادو لكن رائعين كذلك كما هادو. المهم كل واحد في البنه نتاع بنه اخرى والخدمه اخرى وقوام اخر، بالنسبه للناس اللي يبغيو ينوعوا هكا في الوصفات ويبغيو يجربوا وصفات
ثقافات مغايره للقرص ولا القريشلات. هادو القرص بلديين منسمين بلدة الزرارع. هذه هي جمعت لا كوموند ديالي من بعد ما بردات. حاولوا انكم من تخرجوهم من الفران غطيوهم هكا بواحد المنديل، لان الجو بارد، الا خليتوهم غير هكا غادي يتكمشوا من الوجه. خليوهم مغطيين حتى يبردوا تماما. هذه هي، خليتكم على خير، ما تنساوش تلايكيو الفيديو.